يمكن رشا مفهوم الصحه النفسيه ما انه موجود بشكل كبير بمجتمعاتنا، بس بالاونه الاخيره عم نشوف توجه نحو هيدا الموضوع، عم تكون الثقافه اوسع بشكل عام. اهميه الصحه النفسيه على ذاتنا، على اللي حوالينا، على اولادنا، قديش مهم. يمكن بعد 10 سنوات من الحرب كلياتنا اساسا مثقلين بالاوجاع. لنحكي عن مفهوم الصحه النفسيه معنا رندا علي ديب، استشاريه اجتماعيه. يسعد صباحك واهلا وسهلا فيك. صباح الخير رندا، كيفك اليوم؟ تمام؟ تمام. هلا خليني اخذ من كلمه نور، نحن بعد 10 سنوات من الحرب، اليوم نحن محملين بارشيف من الصور والذكريات. اليوم مفهوم الصحه النفسيه، نحن اليوم هل نحن عن جد انه صحتنا النفسيه انه منيحه او لا؟ هلا انا كيف فيني اقيس اذا شخص بيتمتع بصحه نفسيه؟ حقول لك مناسبه، اكيد نحن كلياتنا عندنا ضغوطات، سواء كان في حرب او ما كان في، دائما بيكون في ضغوطات هي بتعطي مؤشرات إذا كانت النفسية بصحة أو فيها خلل معين. دائما هو مفهوم الصحة هو أنا كيف بقدر أتكيف مع الظروف، لأنه نحن دائما في عنا ضغوطات، دائما في عنا أشياء بتحيط فينا بتعطينا هذا الضغط. لهيك نحن دائما كيف نحن فينا نتكيف مع المشكلة، كيف فينا نفرغ الضغط اللي نحن عم نمر فيه، كيف عم نتعامل مع المواقف اللي عم نعيشها، هاد كله بيعطيني مؤشر هل أنا بتمتع بصحة نفسية مناسبة ولا لا. هلأ هي دائماً نحن سلوك ردود أفعالنا هي اللي بتعطي المؤشر الصحة. ممكن أنا أكون رد فعل معين هو انسحاب أو إحباط، أو أحياناً بيروح لشق الاكتئاب، فهون أنا أكيد بدي أوقف عن أساس الصحة النفسية تبعي. أنا وين المشاكل اللي عندي؟ أنا قدي قدران أطلع من المشكلة اللي أنا فيها؟ شو اللغة والحوار الذاتي اللي عم خاطب حالي فيه؟ بالشق الثاني ممكن أنا أكون لا، شخص قدران أتفهم المشكلة اللي أنا عمر فيها، قدران حلها وأستوعبها، قدران ردود فعلي قدر يكون عندي ضبط انفعال معين مناسب. هون بيختلفوا الأشخاص وبيختلف الموقف وبتختلف في كل الظروف. تمام، يمكن ما فينا نقول مؤشر واحد، هو أساساً تختلف على طبيعة الأشخاص، تختلف على طبيعة حياتهم الاجتماعية إذا بنبلش من الطفولة للكبر. بس خلينا نحكي أهمية الحفاظ على الصحة النفسية. يعني قلت بالمقدمة ما كان عندنا هي الثقافة الواسعة، اليوم لا، عم نشوف في توجه شوي، يعني مو فقط بالمدارس مثل ما بنشوف الروضات وهدول القصص، عم نشوف الناس نوعاً ما عم تتوجه للطبيب النفسي. الصحة النفسية هي جزء كتير مهم لقدر أنا أساساً كمل بالحياة. يعني الحياة دائماً فيها مفاجآت وتحديات وصعوبات، بس إذا أساساً ما عندي صحة نفسية سليمة صعب. ومع 10 سنوات من الحرب بنقول ما في حدا يمكن سليم نفسي 100%، يعني في زوايا هيك بتكون مخباية بالشخصية طبعاً، أو بالذات أو بالذاكرة، بتطلع أحياناً وبترجع. قديش مهم الحفاظ على هذا الجانب؟ يعني أنا قديش فيني حافظ على صحتي النفسية؟ هذا الولد الصغير أنا بسميه، لازم قديش تهتمي فيه لتقدري تكملي؟ يعني بعيد عن الحرب الحياة ما أنا سهلة، فكيف طبعاً مع كل هاي الظروف اللي نحن عم نعيشها؟ هلأ في فكرة أساسية بتقلك الشعور بالمشكلة هو بداية حلها. نحن كنا قبل بثقافة معينة موجودة عنا، أنه نحن إذا كان شخص كئيب، شخص حتى هايبر زيادة، أو عنده مشاكل معينة، ردود فعله غير مضبوطة، حتى الأطفال وقت تكون في عندهم مشاكل معينة دائما الأم بتحاول تخبي الطفل، أو هو الشخص كراشد يخبي المشكلة اللي عنده ما يظهرها، أو يحاور فيها حدا أو شخص مختص ليقدر يطلع منها. فهون كانت تتفاقم القصة وتتطور المشكلة، ودائما مع زيادة العمر المشاكل المكبوتة دائما بتكبر وبتصير مشاكل فعلا خطيرة، مو بس بقى بتنحل بجلسات تفريغ ولا بجلسات علاج نفسي بسيط، بصير بدها تدخل دوائي، بصير بدها في مراحل متطورة، بصير بدها مصح معين، خصوصي لما الاكتئاب كتير بيتطور بصير لرغبة بالانتحار أو شيء. فدائما لما أنا بكون عندي وعي بالمشكلة، أنا كأم، أنا كراشد عم بواجه مشكلة، حاسس حالي ما عم بقدر، خصوصي لما توصل مرحلة الهشاشة النفسية والضعف النفسي، أنه أنا يصير معيق ومعطل لحياتي، ما لي قدران أقوم على شغلي، كل دائما مشاكلي كترانة مع العالم، أي شيء بيضايقني بيزعجني ما بقدر اضبط انفعالي. فانا هون دائما بصير عندي هذا المؤشر الاساسي انه انا لازم ادور على حل. هلا صار في كتير
كثير وعي، خصوصي لما عم بيكون في يوم كامل. هو نحن لنوعي انه بالعكس الاستشاره ضروريه للشخص السليم قبل الشخص اللي عم بيواجه مشكله، كوقايه كتفريغ. نحن دائما عندنا بقول لهم الشخص مثل الوعاء مثل الكاسه عجينه تماما، اذا ما كان فيها ثقوب لاني فرغ فيها الضغط اللي عم تنضغط فيها رح بتطف ورح تعمل لي مشكله. كيف فيني اعمل هاي الثقوب؟ ممكن مشي، ممكن رياضه، ممكن اذا كانت عندي ضغوطات يوميه عاديه يكون في عندي شخص ثقه اقدر احكي له، او ممكن يكون في عندي توجه اذا مشكله عم تتكرر لفترات طويله بمراحل طويله من حياتي. فانا لا، يفضل اني اشوف مختص، اعمل جلسات تفريغ، فرغ المشاكل. دائما لما بتحكي بتحسي انت عم تحكي المشكله بتلاقي حلها بدون ما الشخص الثاني يعطيكي اي توجيه، مجرد ما يسمع لك هو اول طرق لتقدري انت تعرفي وين المشكله وتقدري تعملي هذا التفريغ وتطلعي من حاله الاحباط اللي عايشه فيها. حتى رندا في مشاكل كثير بنشوفها بحياتنا او بتصادفنا، دائما بنقول انه نحن خلينا براد دائره المشكله، يعني انا اليوم صارت معي مشكله خليني اعمل لها اسقاط على حدا ثاني، يعني مثل ما بعطي نصيحه لغيري اليوم انا قادره اعطي النصيحه لإلي كمان واقدر حل مشكلتي. خلينا نحكي عن المحيط، اليوم المحيط قد ايه له مساهم هو اليوم بهذا الاحباط النفسي وبالصحه النفسيه؟ بشوف اشخاص كثير بتمرق مشاكل كثير بحياتهم بتكون صغيره ولكن هنن عندهم فوبيا، يعني خلينا نقولها بالعاميه بيعملوا من الحبه قبه، فبتزيد عندهم الوضع وبصير عندنا يعني حتى الاشخاص اللي حواليهم بصير وضعهم سيء يعني. وعندنا العكس، في ناس بتقول لك شو ما صار انا مطنش اليوم يعني خليها تخرب. يعني قد ايه الفرق بين هدول الشخصين بيساهم بانه يكون نفسيته على طول بصحه وسلامه؟ هلا وجود هذا النمط او النمط المعاكس له هو بيتشكل من السنين الاولى بالعمر. لما انا بيكون عندي طفل اذا عمل اي خطوه او ان شاء الله مشي ووقع شوي، فانا كيف كأم ببالغ بحمايته او كيف انا كأم بكون عندي درجه من الاهمال له؟ كيف هذا التوازن اللي انا بعمل فيه بالسنين الاولى للعمر للطفل بكون له شخصيته باستقلاليه بقدره انه ياخذ قرار ولو كان ضمن خيارات اللي انا بسمح فيها؟ كيف قدران هذا الطفل يجرب اشياء جديده؟ هذا التغيير التنوع اللي دائما بيخليه ما يكون هذا الطفل المحمي حينقله لمرحله المراهقه، قدران كطفل بلش يفوت بمرحله الرشد انه يكون شخص قادر يضبط انفعاله، قادر يعرف توجهه، قدران يعرف تماما شو اللي قد ايه حجم المشكله، قد ايه هو اكبر من حجم المشكله او قد ايه المشكله اكبر منه، امتى بده ياخذ استشاره حدا ثاني، امتى لا هو قادر انه هو يوجه نفسه. هاي الامور كلها بترجع بالمراحل الاولى من العمر، كيف نحن بننمزج اهالينا. هي بقول انه الصحه النفسيه جزء مهم منها، هو وراثه تماما، مو بس احنا ربينا ما عندنا هي الثقافه. اليوم نحن الامهات الجداد بتلاقي عندهم ثقافه منفتحين اكثر، قبل ما كنت تشوفي هي الثقافه بالبيوت موجوده، قبل ما كان في شويه انفتاح مثلا بين الام وبنتها، شويه فيني انا اعبر شوي بطريقه معينه، بس ما في عندك هذا الانفتاح. قديش مفهوم الصحه النفسيه فينا نعززه بالبيوت؟ يعني نحن بنعمل حملات توعيه ضمن مثلا برامجنا الصباحيه، وسائل الاعلام، حتى ضمن المدارس، بس قديش فيني جزئيا انا اقدر رسخه ليكون مثل ما قلنا قاعده اساسيه بكل البيوت؟ لانه اساسا اذا ما بلشت انا مع الطفل بصحه نفسيه سليمه رح يكون عنده مشاكل كثير كبيره، خصوصا بسن المراهقه وبسن الشباب، يعني كلها رح تكون اسقاطات على شخصيته. وهون الام بتحس بمسؤوليه وتانيب الضمير، قديش فعليا انا كنت جيده، ام جيده الحمل، ام جيده فعليا، قدرت اشتغل على شخصيته. بس هي يمكن ما بتعرف مفهوم الصحه النفسيه صح، يعني هي عملت اللي عليها، بس مفهوم الصحه النفسيه يمكن ما عنده اياه واضح. قديش مهم نعزز هيدا المفهوم، يعني نعطي اسس اساسيه لكل الامهات اللي عم يتابعونا، انه الصحه النفسيه مو بس اسال بنتي شو بك اليوم طبعاً، يعني ليش زعلانه، لا، له اسس كثير كبيره وواسعه. هو نمط حياه دائما مثل ما ذكرتي، الام هي ما بتكون عرفانه انه هي عم تعمل مشكله لابنها، خصوصي بالحمايه الزائده، بتقول لك انا ما بدي اياه يبكي ابدا ولا يتعرض لاي احباط، لا خليه. هو دائما الاحباطات البسيطه انا بقول لهم هي مثل اللقاح، هي بتقوي الشخص وبتقوي الصحه النفسيه. ليه؟ لانا اكون حاميته بهي الدرجه. ذكرتي انه بالفترات من زمان كانت طريقه النقاش بين الام وبنتها كانت ما كان فيها الانفتاح حتى بالعلاقات الاجتماعيه، كانت كثير محصوره، كانت كثير
المشاكل واضحة، شو ممكن يصير تتعرض له الطفل أو الطفلة وما يقولوا لأهلهم، فهو كان كتير واضح ومعروف. هلأ ما في ما بصير تبكي، ما بصير تعبري، ما بصير عيب، هدول مفاهيم كلها تماما. هلأ مختلف الموضوع تماما، هلأ صاير في جزء كتير مهم خصوصي مرحلة المراهقة، في جانب دائما الأم أو الأب ما عم بيكونوا باطلاع كامل عليه على طفلهم. فهون نحن بنقول إنه لازم يكون مثل ما ذكرتي إنه أنا ما بسألها شو صار معك، حتقلي مو صاير شيء، ولكن ممكن لما بيكون نمط الحياة اللي هو أنا بجي ببلش بحكي لها شو صار معي مثلا بشغلي أو بحياتي، أو لعودة أفتح صيغة الحوار إنه أنا كل شيء متاح تقلي لي اياه وتعي لعندي احسن ما تسالي شخص ثاني. بس في اطفال ما بيعبروا، يعني بنشوف هي القصص بتعملها كثير امهات وانا بعملها، بتحكي شو اشتغل يعني بنقول من عمر 4 سنين بتبلشي معه. في ناس ما بتقول لك ما يعني ما بدها تحكي، في اطفال تلاقيهم بينطلقوا بدون ما بيحكوا بيعبروا بطريقه مختلفه. هي في مرحله عمريه بالطفوله بيحاول الطفل يكون شخصيته ويكون كيانه، اللي انا عم بعمل شيء ما بدي احكي فيه انه هذا الشيء بيخصني. وهي المرحلة بتختلف بحكم فروق الفردية بين الأطفال. لما أنا ببادر وبحكي شو صار معي وبدون ما أضغط عليه إنه حكي لي شو صار معك، فحيكون الموضوع بكل أريحية، حيجي ويذكر المواقف اللي صار معه. طبعا بهالمرحلة العمرية بيذكر الأشياء اللي زعجته واللي بده ملجأ لأمه، إنه أنا صار معي هيك، إنه تعالي قولي له إنه أنا ما بصير. فلما أنا كأم بادر لما بيحكي لي المشكلة بأريحية بدون ما صده أو أعطيه هذا الانفعال، فرح أعوده مع الوقت إنه يحكي لي كل شيء. رندا، اليوم عم نحكي عن مؤشرات أشخاص عم نقابلهم بحياتنا، إن كان بيعملنا إن كان بحياتنا الاجتماعية. سألتك بس أنا عن النمطين بالحياة، إنه نحن أحيانا نشوف أشخاص غير مبالين بالمشكلة. اليوم هدول الناس ما وصلوا عن عبث لهذه المرحلة، أكيد مرقوا بتراكمات، مرقوا بصدمات خليتهم يحسوا إنه أكبر مشكلة عندهم بالحياة ممكن تنحل، أو ممكن الطناش أخذ معهم إنه خلاص أنا ما بقى بفكر بهي القصة. بس خلينا نركز على هدول الأشخاص، يعني شو أكثر مؤشرات إحنا نقدر من خلالها نعرف إنه الشخص اللي قدامنا عم بيعاني من شيء اضطراب أو صحته النفسية ما أنا كويسة كتير؟ في مخطط عام، يعني مثلا كمجموعة أفراد من نفس الفئة العمرية لما بيتعرضوا لموقف بتلاقي كلهم بتعاملوا بنفس الطريقة إلا شخص، فهو هذا الشخص اللي هو ممكن يكون عنده هاي المشكلة. دائما أنا بقيس ضبط الانفعال، لما أنا بعطي انفعال مناسب للموقف فأنا شخص قدران، ما رح أقول صحة نفسية كاملة، تماما، فأنا بكون كشخص قدران اتوازن وحل مشكلتي. لما بيكون انفعالي غير مناسب للموقف أو أكبر منه أو حتى بلا مبالاة، فكمان هون أنا عندي مؤشر أساسي إنه أنا هون في مشكلة. لا مبالين تماما في نوعين، أو بيكون هو موصل لفكرة عن تجارب كتير إنه خلص هاي الأمور في أمور لا وقتها بتنحل لحالها، وفي عندك من كثر الاحباطات اللي بيكون عم بيواجهها فهو خلاص انه شو ما عملت حل وكل التجارب انا شو ما عملت ما راح استفاد. فيلا هذا شيء ايجابي رندا اليوم، انه نحن نوصل لمرحله انه نحن ما عندنا مبالاه بشيء حسب الموقف. في مواقف مثل ما ذكرتي بيعملوا من الحبه قبه، وفي مواقف لا لازم انا فعلا وقف عندها واشتغل عليها وحلها. بس القاعدة عم تحكيها رشا، بس بنشوفها هلا على السوشيال ميديا، يعني بالاونه الاخيره انا كثير عم لاحظها انه انا وصلت لمرحله بتشوفي بوست النضج ما بقى ياثر فيني، ما بقى اتضايق، ما بقى صحيح. عم نشوفها كثير، يعني شو الموقف، هو شو الموقف. انا بحس تبلد مشاعر هون، ما بقى انه تقولي انه اثر فيني ولا لا، لانه نحن بالطبيعه عاطفيين، يعني في انسانيه مطلقه، قديش هي الانسانيه انا محافظه عليها داخلي ولا لا. ففي يمكن من كثرة المواقف القاسية وحتى ظروف الحرب القاسية، صحيح، يعني شفتي بالعموم الحرب أكثر شيء مثقلة، يعني ما في حدا ببيته ما فقد عزيز وغالي ومر بهي المشاعر. بس قديش فيني أقول أنا في شعرة بين إنه أنا حسب الموقف صار عندي حصانة نفسية، في فرق كتير كبير، وبين ما أنا صار عندي تبلد مشاعر، يعني ما بقى الوجع يأثر فيني، يعني لأنه أنا خسرت مثلا خسرت الغالي، يعني ما أسفي على رخيص تماما بهي الطريقة إذا فينا نعبر أكثر. بس يمكن نور دائما بيكون في ثغرة يعني بنفس أي حدا فينا، حتى نحن لو وصلنا لموضوع الحصانة أو لموضوع عدم المبالاة تيجي لحظة
بتقدر تخترقك، بتخترق مشاعرك من صح اول اكيد وجديد. طبعا طبعا، حسب ما قلت لك حسب الموقف. الحصانه بتكون دائما لما بيكون الشخص بيوقع بالمشكله او بهذا الاحباط وبيطلع منه، فهي اكيد هو في حصانه، هذا الشيء طبيعي، نحن نمر بمشاكل وبازمات ونطلع منها. بس مش الطبيعي التبلد المشاعر تماما، مو الطبيعي انه انا اوقع بالازمه وما اطلع منها، او اساسا ما اوقع مش فيها. مش اوقع فيها مره ثانيه. بالازمه عادي مريت هيك. تماما، فمثل ما ذكرتي هي كثير شعره بسيطه بين المواقف وبين الاشخاص. الغلط انه مثلا انا افقد عزيز وما اتاثر، اكيد، ولكن اتاثر واطلع من المشكله، فانا اكيد عندي صحه نفسيه، هذا الشيء كثير طبيعي. انه او اوقع مثلا اتاثر فيه وما اعود اتجاوز مشكلتي وتصير معطله لحياتي كمان. لا، ويمكن لا بفقد عزيز بيقول لك بعد هي الوجع ما عاد في وجع مؤلم. صح، يعني هون مش انه فقد عزيز ما اثر فيه، فقدان العزيز اثر في حالته النفسيه تماما، لانه هو عطى الالم السقف العالي من الالم وما عاد يعني ممكن أطار. ايه دموع طفل ياثر فيه، هلا دموع لا طفل ولا سيده بياثر فيه. انا هذا اللي عم بحكي عن هي الجزئيه تماما. هون نحن لما بيكون بلش عندي انا مشكله هي صار شيء خارجي أثر على صحتي النفسية، فأنا دائما بحاول أحط أشياء خارجية لتقوي صحتي النفسية، اللي هي ممكن أعمل علاقات اجتماعية جديدة، أطلع من هاي الدائرة مثل ما ذكرت تماما، أطلع من المشكلة، أعمل علاقات اجتماعية جديدة، يكون عندي نشاط رياضي معين، في ناس بتتأثر إذا كان في ذكرى معينة موجودة لهذا الشخص، فأنا بحاول بعدها، بحاول ما أحط حالي بهي الدائرة. هو شيء كتير صعب أكيد، وخصوصي نحن عم نحكي على موضوع فقد، ما عم نحكي نحن على أي أزمة نفسية بتصير تماما. صحيح. فنحن بنحاول نساعد حالنا دائما، الكلمات الإيجابية دائما، الإيمان بيكون دائما موجود، لأنا حط أعمل شيء لهذا الشيء اللي فقدته هو كان جاع باله أنه يتحقق، فأنا بحاول أعمل هذا التفريغ أني حقق شيء لهذا الفقيد ولو كان بغيابه. فهي خطوات كتير صعبة، ولكن أنا قادر كشخص متمتع بالصحة النفسية تقدر تساعدني لأطلع من هاي الأزمة. أكيد رندا، معلومات كتير مهمة لليوم. نرجع منأكد على فكرة، يمكن الظروف اللي نحن لما نعيشها حاليا، يعني حاليا على كل الناس، يعني قد ايه عم تساهم بهي القصة نحن انه ضل في عنا ثغرات نفسية بحياتنا. أحبطت. شكرا كثير رندا لحضورك لليوم، وسعد صباحك. يسعد صباحكم، تمتعوا دائما بصحة نفسية يا رب.